تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى تنظم النسخة السابعة لماراثون الرباط الدولي. حضور مرتقب لأزيد من 20,000 مشارك ومشاركة من المغرب والخارج يلتقون بأكبر حدث للماراثون على المستوى الإفريقي في يوم حافل بالتحدي وروح المنافسة في سباقات الماراثون، نصف الماراثون وسباق العشر كيلومترات. تراهن الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى على تألق جديد لهذه الدورة بعد أن حظيت النسخة السابقة بشهادة التميز لابيل من طرف الاتحاد الدولي لألعاب القوى. سارعوا إلى التسجيل بمقر الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى الكائن بشارع النخيل وبمختلف نقاط التسجيل. الموعد الأحد 21 أبريل على الساعة 8 صباحاً بالقرب من الغابة الحضرية ابن سينا. كونوا في الموعد للتعرف على أبرز المآثر التاريخية والمعالم العمرانية لمدينة الأنوار. للمزيد من المعلومات والتسجيل زوروا موقعنا www.migabap.ma. ماراثون الرباط الدولي.